فلو تخيلنا يا جماعة ده شكل الكريستالز اللي موجودة في البروب، وعايزين نعمل لهم فاير بحيث ان احنا بنعمل فوكس عند المكان ده. فزي ما اتفقنا الناس قالت الاليمنت اللي في النص هنعمله فاير الاول ولا الاليمنت اللي على الحرف؟ يبداوا يحسبوا بقى الديستنس دي، الاطوال دي كام، طول ده المسافه دي قد ايه بالنسبه للفوكس اللي احنا عايزين نفوكس عنده. هنفترض مثلا ان المسافه دي، بلاش البتاع ده ما اعرفش ماله، يعني لو احنا هنا بنفوكس مثلا عند 10 سنتي فيقدر يوصل لاين هنا كده ويحسب المسافة دي قد ايه ببساطة خالص، ويحسب المسافة دي قد ايه ويشوف الفرق بينهم هي الدلتا دي. فاحنا عارفين سرعة الالترا ساوند، عارفين السي صح، وعارفين ايه تاني، وعارفين المسافات. لا مش محتاجين فريكونسي، فنقدر نشوف المسافة دي قد ايه، نحولها لتايم صح. احنا عندنا دي المسافة، فنقدر نجيب التايم ده، من التايم ده نقدر نقول والله ده احنا هنفاير الكريستال دي في وقت معين، ونشوف الفرق بينها وبين الكريستال اللي جنبيها والكريستال اللي جنبيها، ونحسب فرق الأطوال بتاعهم كلهم. بالطريقة دي لو احنا عاملين سيمتريك كده، لو الدنيا سيمتريك يبقى الاليمنت اللي على الحرف ده وعلى الحرف ده في الغالب هيتعمل لهم فاير مع بعض، وبعد شوية صغيرين الاليمنت اللي جنبهم ده، وبعد شوية هكذا لحد ما نوصل للاتنين اليمنت اللي في النص. فده بالظبط هيحاكي ان احنا حاطين فوكال لينس هنا قدام الكريستال لو كانت سنجل كريستال. بقى عندنا ميزه ان احنا واحنا بنفاير دلوقتي نقدر نفوكس عند 10 سنتي. طب الدكتور عايز يشوف صوره كويسه عند 15 سنتي، نعمل ايه؟ الجهاز يبدا يحسب، والله عند ال 15 سنتي دي فرق الاطوال قد ايه، ويقول والله يبقى الاليمنت اللي على الحرف ده هو اللي هيبقى عند تايم زيرو، بعد دلتا صغيره يحسبها ويفاير الاليمنت اللي جنبه وهكذا لحد ما يوصل للاليمنت اللي في النص. ده بالنسبة للفاير. طيب فبقى عندنا ميزة دلوقتي ان حسب الدكتور، وبناء عليها هتلاقوا في كل الأجهزة جنب الصورة كده، صورة الالترا ساوند وليكن كده، هتلاقوا في بوينتر موجود كده. البوينتر ده بيحدد ايه؟ بيحدد مكان الفوكال بوينت، الدكتور عارفه وعارف ان احسن مكان في الصوره هيبقى فين؟ عند مكان الفوكال بوينت، صح كده؟ يبقى الدكتور، والدكتور ليه كنترول عليه. في الغالب احسن مكان في الصوره هيبقى المنطقه دي حوالين الفوكال بوينت. الدكتور طب مهتم انترستد هنا، هيبدا يحرك الفوكال بوينت دي وينزلها في مكان تاني لو هو عايز يشوف مكان تاني بدرجه وضوح اكبر. واضح كده؟ يبقى كل ما يحرك الفوكال بوينت على المكان اللي هو عايزه هتطلع الصوره في المكان ده افضل، وكل ما يحرك الفوكال بوينت الجهاز يبدا يحسب الفايرنج، كل واحد هيتعمل له فاير امتى ويفاير بناء عليه. طبعا كده بقى عندنا مشكله تانية اللي هي نفس المشكله لو تفتكروا بتاعت زمان، ان احنا اكن عندنا سنجل فوكال. طب نعمل ايه؟ يعني الدكتور لو حاطط الفوكس عند 10 سنتي فهو سي مثلا هيشوف من 8 لحد 12 كويس، لكن قبل وبعد هيبقى الدنيا سيئة. فالناس بتعمل ايه؟ تفتكروا ممكن الناس تعمل ايه عشان تحل المشكلة دي؟ نعم، يحرك الفوكال بوينت، بس هو مش عايز يحرك، هو عايز يشوف بقى دلوقتي عند 10 كويس وعند 5 كويس، او عند 10 كويس وعند 15 كويس، يعمل ايه؟ حد عنده رأي؟
الدكتور نفسه يشوف عند 10 كويس او عند 5 كويس وعند 15 كويس، المسافه بينهم كبيره، فلو ظبط الفوكس عند 15 عند 5 عند 5 15 مش هتبقى كويسه، ولو ظبطها عند 15 عند 5 مش هتبقى كويسه. ها خلوها دلوقتي، خلوها نفكر فيها كمان شويه. طيب زي ما قدرنا نعمل فوكس في مكان هنا وكانت الدنيا سيمتريك، فقلنا هنفاير الاليمنت اللي هنا واللي هنا مع بعض، فيبقى كاننا حاطين عدسه بنفوكس هنا. طب ما احنا ممكن نعمل حاجه اسمها ستيرنج. ايه هو الستيرنج؟ بدل ما فوكس في السنتر بتاع الابرتشر بتاعي ده، انا ممكن افوكس في مكان تاني ما بقاش في السنتر. شايفين؟ نعم. هنقول المهم احنا موافقين ان الفكره دي ينفع ان انا اصور المكان ده ولا مش موافقين بطريقه الفايرنج دي؟ يبقى انا ده اطول مسافه هيمشيها هو الكريستال دي، فدي اول واحده اعمل لها فاير، وبعدين وهكذا وهكذا، واحسب الاطوال دي، كل طول احسبه قد ايه واشوف اطول طول كان كام، اللي اقل منه على طول يبقى الدلتا بينهم الفاير اللي بعده، وفي الغالب هيبقى ده اخر اليمنت هيتعمل له فاير. طب لو عايز اعمل فوكس هنا نفس الكلام، هوصل كده واوصل كده واقيس، فيبقى انا بعمل فوكس هنا. ايه الميزه في ده؟ ايه الميزه في ده يا جماعه؟ نعم؟ يعني ها حاولوا تفتكروا ايه الميزه في حكايه الستيرنج دي؟ بيسموها ستيرنج. مكتوبه اهي. ها الستيرنج فيه ميزه اللي هو الفيز ده الري بروب. احنا قلنا الفيز ده الري بروب بيبقى تقريبا الاوردر بتاعه 2 سم مثلا، وقلنا ان هو ما فيهوش سويبنج، يعني انا مش بفاير. فاكنا قلنا البروب العادي اللينير بتاعنا حوالي 6 سم كده مثلا الاوردر يعني، وبفاير مجموعه وبعدين اتحرك مجموعه ثانيه واتحرك مجموعه ثالثه واتحرك مجموعه رابعه وهكذا. ولو كان البروب شكله كونفكس فنفس الكلام، هفاير مجموعه وبعدين مجموعه وهكذا، وبعدين اتحرك عمال اشيل اليمنت وازود اليمنت، اشيل اليمنت وازود اليمنت. صديقنا بقى الفيز ده الري ده ما فيهوش الكلام ده، ده ال 128 كريستال موجودين في ال 2 سم دي. طبعا تكنولوجي قويه جدا ان انا ازاي احط 128 كريستال في المكان الصغير ده. طب ما انا عايز اصور لاينز كتير، ما بقتش عارف اعمل زي اللي ما عملته هنا. مش عارف اعمل زي اللي عملته هنا، انا بصور لاين وبعدين لاين جنبيه وبعدين لاين جنبيه، لكن هنا هم كلهم 128 في حته صغيره خالص. بيعملوا ايه؟ بيعملوا فكره الستيرنج دي. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني الفاير ال 128 دول بطريقه بحيث ان يبقى كانه عامل لاين كده، ويفايرهم تاني بطريقه تانيه بباترن جديد يبقى كان اللاين شكله بالشكل ده وهكذا، ويقدر يكون ال 128 لاين بتاعه او وات ايفر نمبر اوف لاينز اللي هو عايز يكونهم بنفس الابرتشر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فيعمل الستيرنج الكترونيكالي بقى بالفوكس. فبقى في ميزه ان احنا عندنا البروب اكن بروب صغير خالص. عشان هنروح المحاضره اللي بعديها. فده فكره الفيزد اري بروب يا جماعه، ان احنا كنا بنقول طب ازاي هنصور بعدد اليمنت محطوط في 2 سم بس، احنا لو عندنا كريستال واحده عايزين كريستال تقريبا 2 سم. طب ازاي هنجيب كذا لاين؟ فاحنا بنعمل الستيرنج بالطريقه اللي احنا بنقول عليها دي. يبقى بدل ما يعمل فوكسنج كده بس، لا ده بيعمل فوكسنج وبيعمل ستيرنج كمان في نفس الوقت. الاجهزه ال 128 شانل دي او الاجهزه اللي فيها فيزد اري بروب اجهزه غاليه. وفي الغالب موجودة عند دكاترة مين؟ دكاترة القلب، ماشي؟ وبيسموه ايكو، لكن هو نفس التكنولوجي ونفس كل حاجة. هو جهاز الترا ساوند عادي خالص،
بس البروب بتاعه فيه تكنولوجيا مختلفة شوية عشان يقدر يصور القلب بين الريبس. فالبروب صغير خالص وبيعمل الستيرنج، عمال يعمل الكترونيكال ديلي وهو بيفاير الاليمنتس، اكنه بيعمل ستير بالظبط، فاكنه عمال يغير اتجاه العدسه بس الكترونيكالي من غير بقى موتور ومن غير حاجه. طبعا بيجيب فريم ريت اعلى بكتير، بيجيب كواليتي اعلى لان النمبر اوف تشانل بتاعته كام؟ 128 شانل، يعني يقدر يفاير ال 128 في نفس الوقت. نيجي للنقطه اللي احنا بنقول لو الدكتور نفسه يشوف الصوره بكواليتي عاليه في كذا دبس، هو دلوقتي حاطط الفوكس مثلا سي عند 5 سنتي، حاطط الفوكس عند 5 سنتي وعايز يكون 128 لاين. تعالوا نفتكر كده، شايفين اللون 128 دي شايفينها؟ اغير اللون. ماشي، فهو عايز يكون 128 لاين، ونتخيل ان الدبس هنا مثلا كان 20 سنتي، 20 سنتي، فيبقى 20 سنتي اللاين الواحد هياخد وقت قد ايه فاكرين؟ في 13 مايكرو، صح كده؟ ده اللاين الواحد في 128 لاين، فده يطلع التايم بتاع الفريم كله. عشان نكون صورة الترا ساوند محتاجين الوقت ده، احسبوه كده تقريبا هيطلع 30 فريم بير سكند اظن. يعني ماشي كده، فده تقريبا هيطلع لنا 30 فريم بير سكند. والصورة الجودة بتاعتها موجودة كويسة فين؟ عند 5 سنتي، لأن هو حاطط الفوكس عند 5 سنتي وظبطنا الفايرنج بتاع الإليمنت بالشكل ده. إيه رأيكم لو إحنا شايفين ده الإليمنت الأولاني اللي على الحرف بيتعمله فاير الأول، والإليمنت اللي في النص بيتعمل له فاير متاخر؟ لو الفوكس ده بعدناه الفرق بينهم هيقل ولا هيزيد؟ لو الدكتور اختار فوكس بوينت بعيده خالص هيبقى الفرق بينهم بين اول اليمنت والاليمنت اللي في النص كبير ولا قليل؟ اللي شايف انه كبير يرفع ايده، واللي شايف انه هيقل يرفع ايده. كل ما ابعد الفوكس، طب وكل ما اقرب الفوكس الفرق بينهم هيزيد ولا هيقل؟ ها، كل ما اقرب الفوكس يعني اكني بفوكس على النقطه دي، صح؟ فالجهاز يعمل ايه؟ يقوم راسم خط هنا وخط هنا ويشوف الفرق بين الخطين قد ايه، ويفاير ده اللي على الحرف وده بعد الدلتا الوقت. لو عملنا دايره كده ادي قد دي بعد دلتا دي، صح كده؟ لو بنعمل فوكس بعيد الفرق بين اللي على الحرف واللي جوه هيقل. يبقى انا كل لما الاقي دولت، يعني انا لو تخيلنا ان ده الباترن بتاعي، يبقى الفوكس ده قرب ولا بعد؟ قرب، يبقى انا كده بفوكس لنقطه بعيده. لو الباترن ده بقى شكله كده يبقى اكني بفوكس لنقطه بعيده، وده اللي هنشوفه في الصوره اللي بعديها اهو. لو انا بفوكس حاجه بعيده ايه، فتلاحظوا ان الفرق بينهم قل. يبقى كل ما ببعد تقريبا بعمل لهم فاير مع بعض لحد عند الملا نهايه، هيبقى تقريبا كلهم بيمشوا نفس الطول، صح؟ كلهم هيمشوا نفس المسافه، فكلهم هيتعمل لهم فاير مع بعض. الدكتور بقى نفسه يشوف صوره كويسه فين؟ عند الاثنين. يعمل ايه بقى الدكتور؟ الجهاز عايز يشوف صورة هنا كويسة وصورة هنا كويسة. اتفقنا ان احنا بنصور عند مسافة 20 سنتي. فالناس قالت فكرة بسيطة،
احنا هنكون صورة من اول سطح البروب لحد ايه المسافة دي. لو نتخيل ان دي 5 سنتي ودي 10 سنتي يبقى عندي 7.5 كده. هنكون الصورة الاولانية من 0 لحد 20، ونكون صورة كمان من 0 برضو لحد كام؟ 20. وبعدين نيجي نجمع الصورة الأولانية. أنا عندي صورة أولانية اهي لحد 7.5 عند الفوكس الأولاني، والصورة الثانية من 7.5، وعندي صورة كمان الصورة اللي بالفوكس الأولاني طلع كويسة هنا صح؟ الصورة اللي بالفوكس الثاني طلع كويسة هنا. نجمع الصورتين دول ونطلعهم صورة كويسة في المكانين عن طريق الصورة الجديدة دي. هيبقى تاخد الجزء اللي فوق من هنا والجزء اللي تحت من هنا. اللي فاهم يرفع ايده. طب ما تقولوا مش شايفين يا جماعة وانا شغال. نعم اكتب تحت. ماشي، قلنا الراجل ده بيفوكس عند 5 سنتي. اللي مش شايف يقول. لو خلصت كتاب وحد قال لي مش شايف هعيد برضه. فنيجي في النص هنا كده عند 7.5 اللي نص المسافة اللي بينهم، ونقول والله اه ده الصورة دي الجزء ده هيبقى كويس بالفوكس ده، ومن اول 7.5 واحنا رايحين كده تقريبا هيبقى كويس بس من اللاين ده صح كده. فالاخ اللي عمل فوكس الاولاني عند 7.5 ده هيطلع لي صورة هنا من 0 لحد 20 بس كويسة لحد فين؟ من 0 ل7.5. وواحد تاني هيطلع لي الفوكس التاني هيطلع لي الصورة كويسة من 0 لحد 20 بس من 7.5 لحد 20 هتبقى الصورة بتاعته أحسن. فقالوا خلاص يبقى احنا ناخد الصورتين دول نطلع صورة جديدة. السنتر بتاعها عند 7.5، الجزء الأولاني جاي من هنا والجزء التاني جاي من هنا. كله موافق كده؟ ايه العيوب الطريقة دي؟ لا ها خدت وقت اكتر. يبقى انا عشان اكون الصورة الكويسة في المكانين دي، لو كان الفريم ريت لو بصور بصورة واحدة الفريم ريت 30، الفريم ريت بتاع دي هيبقى كام؟ دي 30 ودي 30 نص تقريبا 15 فريم بير سكند. لان انا بدل ما كل ما بكون صوره بقوم مطلعها، لا ده انا باخد صوره وبعدين اخد الصوره اللي بعديها اظبطهم مع بعض واطلع صوره جديده، اخد الصوره والصوره اللي بعديها وهكذا صح. بس هي طبعا ما بتبقاش كده قوي. ليه؟ لان هو اللي بيحصل ان هو تخيله كده ان هو هياخد الصوره الاولانيه اف 1 وبعدين اف 2 صح. دي عند فوكس الاولاني اللي هي عند 5 ودي عند 10، وهو عنده صورة شكلها اف 1 الفوكس الاولاني اللي عند 5 والفوكس الثاني اللي عند كام؟ 10. وهو عنده الصورة اللي معروضة على الشاشة، يقول الفوكس الاولاني يروح يقضيت الحتة الاولانية، يجي له الفوكس الثاني يروح يقضيت الحتة الثانية. يبقى هو عمال الفريم ريت تقريبا بتاع الجزء ده لوحده نص والفريم ريت ده نص، بس الصوره بتابديت كل قد ايه؟ نعم؟ لا، الصوره بتابديت كل 30 فريم بير سكند بنفس الريت، بس ده بيابديت لوحده وده بيابديت لوحده. كل مره بيجي لي نص الفريم فاروح ابديت مكانه، يجي لي النص الثاني اروح ابديت مكانه الثاني. ماشي؟ لكن الصوره كلها عشان تكمل محتاجه نص الفريم اللي هو ايه؟
النص. حد شايف ان النص ده صح؟ تعالوا نشوف كده. ها دي صورة الترا ساوند حقيقية. قلنا العلامة دي اللي هي علامة الايه؟ الفوكس. يبقى الدكتور دلوقتي مختار مالتيبل فوكال بوينت، مختار أربعة، يعني عايز يشوف الصورة كويسة هنا وهنا وهنا وهنا. الفريم ريت كام بتاع الصورة دي؟ مكتوب هنا انه 12. تعالوا نشوف الفريم ريت اهو يا جماعة على الصورة. اي صورة الترا ساوند لازم يكون مكتوب فيها الفريم ريت بتاعها. الفريم ريت 12 اهو. الدبس اللي احنا بنصوره كام؟ ممكن نعرف الدبس بكذا طريقة، يا اما يكون مكتوب هنا، يا اما نعرفه من الرولرز اللي دايما بتبقى كل واحدة 1 سنتي. ادي 1 2. يبقى احنا بنصور 13 سنتي. ماشي؟ كل الناس معانا؟ 13 سنتي دولت يبقى الفريم ريت كام لو بنصور بسنجل فوكال؟ يبقى تاني 13 في ها في 13 تاني في 128 لاين. ممكن حد يحسبه لنا؟ واحد على الكلام ده يطلع كام؟ ده بالمايكرو سكند. واحد عليه يطلع كام؟ هقول لكم هيطلع كام؟ 30 فريم بير سكند. اتفقنا ان احنا لو بنصور 4 فوكل على الكلام اللي احنا لسه قايلينه، يبقى ال 30 دي هتتقسم على 4 صح؟ يطلع الفريم ريت كام؟ 7.5 فريم بير سكند او 7.5 هرتز. بينما الفريم ريت هنا كام؟ 12 او اللي مكتوب هنا هو برضه. ازاي ال 12 طلعت اكتر من اللي احنا قلنا عليها؟ ها؟ ازاي الجهاز مطلع 12 واحنا لسه حاسبينها دلوقتي وقايلين انها هتطلع 7.5؟ الفكره ان انا وانا عايز، احنا اتفقنا ان احنا الصوره من لحد هنا من اول السطح لحد هنا هتتكون بانهي فوكال بوينت؟ انا افترض ان دي فوكال 1 ودي فوكال 2 ودي 3 ودي 4. يبقى الجزء الاولاني من الصوره هيتكون بالفوكال بوينت الاولانيه، الجزء الثاني هيتكون بالفوكال بوينت الثانيه وهكذا، والثالث والرابع هيتكون بالاخيره. لو انا بقى عايز اعمل الصوره دي، الصوره دي بس، الدبس بتاعها كام؟ 1 2 3. 1 2 3 4. ماشي، تقريبا 4. ايه اللي يخليني اصور الصوره كلها عشان اكون الجزء ده بس؟ ماشي، يبقى انا لو تخيلته كده، انا عايز اصور الصوره دي بس، محتاج الفريم ريت بتاعها هيطلع كام؟ لا مش 30، هيطلع 13 مايكرو سكند اللي هي الرول اللي احنا عارفينها. في الدبس كام بقى؟ هل اقول الدبس 13؟ انا محتاج اصور حته صغيره، ايه اللي هيخليني اصور كل المكان وانا اصلا عارف ان اللي تحت ده انا مش محتاجه، مش هكون بيه الصوره؟ فيبقى 13 في كام؟ في 4 في 128. يبقى ده كده التايم بتاع الفريم الاولاني. نحسب التايم بتاع الفريم الثاني كمان، هيبقى 13 في كام بقى؟ نعم؟ 1 2 6.5 مثلا في 128. الفريم الثالث 13، أظن بقى يعني هنا كده هيبقى 10، 128. الفريم الرابع هيبقى 13 في 13 في 128. تحسبوا الوقت ده كل واحد عليه فيطلع الفريم ريت، في الحالة دي أحسن، لأن إحنا مش محتاجين كل فريم نصوره للآخر. ها اللي فاهم يرفع إيده. كلنا فهمنا إزاي الناس بتحسب الفريم ريت ويعني إيه فكرة المالتيبل فوكس. فعلا لما تبصوا على الصورة دي هتلاقوا الصورة تقريبا كويسة في كل الأماكن.
كويسه. يعني ايه؟ احنا الفوكس ده بيأثر على ايه؟ اللاترال ريزوليوشن. فهتلاقوا الايدج الصغيره اللاترال ريزوليوشن لو سيئه تلاقوا الايدج دي كبيره، بالذات لو بزاويه شكلها في الاتجاه ده. فاللاترال ريزوليوشن من اهم الحاجات اللي بتخلي صوره الالترا ساوند تبقى شكلها كويس، الايدج الصغيره، حتى هنا صغيره صغيره وهكذا. هنكت ولا ايه؟ اشوف فاضل ايه. ما شاء الله بتبقوا قاعدين ساكتين خالص، اول ما اقول هنكتوا تلاقي الصوت طلع ونزل. ماشي يا جماعه، فهي هو في نفس الموضوع، مش هنخرج عنه، مش هناخد موضوع جديد. يبقى احنا دلوقتي عشان نعمل فاير ونعمل فوكس في مكان معين اتفقنا الناس بتعمل ايه في ترانسميشن؟ بيبعت بيعمل فاير للكريستال دي الاول وبعدين الكريستال اللي في النص. السيجنال بتبدا تمشي صح لحد ما توصل لمكان الفوكس وتبدا ترجع تاني. السيجنال اللي انا هبدا ترجع لي من هنا هعمل فيها ايه؟ ها نعمل فيها ايه؟ المفروض ان السيجنال دي كلها في الاخر انا عايز اطلع منها سيجنال واحده بس، لان هي فاكرين كانت كريستال واحده كنا حاطين قدامها عدسه وبناخد كل الكلام ده عشان نكون بي لاين. فاحنا عايزين السيجنال اللي جاي لي من السيجن من الابرتشر دي والابرتشر دي، او سوري من الكريستال دي والكريستال دي، كل دول في النهايه عايز اجمعهم عشان يطلعوا لي سيجنال واحده بس تبقى هي بتاعه اللاين ده. ها فهل اخدهم واجمعهم على طول؟ فالناس ما بتاخدهمش تجمعهم على طول. امال بتعمل ايه؟ لان تخيلوا كده السيجنال اللي جاي لي من هنا من نفس المكان هنا دلوقتي، السيجنال دي عشان توصل للكريستال هنا هتمشي مسافه ايه؟ اكبر من اللي في النص صح؟ يبقى انا لو خدتهم وجمعتهم على طول من غير ما اعمل ديلي بينهم هجمع حاجات مش جايين مع بعض. واضح ولا ايه؟ فالناس بتعمل ايه؟ بتيجي على السيجنال اللي جايه دي هنا من هنا، دي اخر واحده هتيجي صح؟ دي اكتر مسافه هتمشيها، ودي اول سيجنال هتجيلي. يبقى عشان اجمعها مع الكريستال دي مع السيجنال اللي جالي من هنا، مين اللي عامل لها ديلي اكتر؟ اللي في النص. وده الشكل اللي احنا شايفينه ده، السيجنال اللي في النص نعمل لها ديلي، ناخرها شويه لحد ما اللي هتمشي باص اطول تكون جت هي كمان. ماشي كده؟ يبقى السيجنال اللي في النص هنعمل لها ديلي كبير، السيجنال اللي على الحرف المفروض تقريبا ما نعملهاش ديلي خالص. لما نيجي نجمعهم هيبقوا جايين متاخرين، يعني السيجنال اللي في النص جات لي الاول وبعدين السيجنال اللي على الحرف هتيجي هنا، بعد الديلي ده هيطلعوا كلهم زي ما احنا شايفينهم كده. لو ما كنتش عملت الديلي ده كنت هجمعهم في اماكن مختلفه فاكني ما عملتش فوكس. الديليز دي هي نفسها الديليز اللي انا عملتها في الترانسميشن، نفس القيم بالظبط. متخيلين؟ وده هنشوف العدسه اللي كنا شايفينها قبل كده، احنا كنا بنحط العدسه، العدسه شغاله في الترانسميشن وشغاله في الريسبشن. مش احنا قلنا ان احنا عشان نعمل فوكسنج بسنجل اليمنت كنا بنحط قدامه ايه؟ عدسه. ما هي العدسه زي ما شغاله في الترانسميشن برضو اللي جاي بيتعمل له ديلي بنفس الوضع. فالديليز دي اللي احنا حسبناها هنا هتبقى هي نفسها الديلي في الريسبشن، زي ما عملنا في الترانسميشن زي ما عملنا في الريسبشن. ويبقى احنا كده عملنا فوكسنج في الترانسميشن وفوكسنج فين؟ في الريسبشن كمان. طيب هنحط الفوكس باترن هنا ايه؟ احنا عندنا في الترانسميشن دلوقتي بنعمل فاير، فالدكتور مختار الفوكس عند 5 سنتي، فبنحسب الاطوال ونشوف كل واحد هيمشي مسافه قد ايه، ودلتا الاطوال بناء عليها بنطلع هنعمل فاير ازاي. احنا بقى في الريسبشن الدكتور مختار عند 5 سم، فهحط الديلي باترن بتاعي عند 5 سم واجمع.
الناس لقيت فيه حاجة. لو تخيلنا ان دي عند 1 سنتي ودي عند 2 سنتي ودي عند 3 سنتي، عند 1 سنتي دي هترجع لي بعد وقت قد ايه من اول ما السيجنال خرجت؟ حد يفتكر السيجنال اللي انا بصورها عند 1 سنتي هتجي لي بعد وقت قد ايه؟ الواحد سنتي الالترا ساوند بتاخد وقت قد ايه في السوفت تيشو؟ ها؟ ما احنا قايلين الرول يا جماعه 13 مايكرو سكند، يبقى السيجنال هتروح هنا وترجع تاني في وقت قد ايه؟ 13 مايكرو سكند، يعني السيجنال دي هتجيلي بعد ال 13 اللي عند 2 سنتي يبقى 26، عند 3 سنتي 3 في 13 صح؟ 39 تمام كده؟ يبقى السيجنال اللي هنا هتجيلي بعد 13 مايكرو سكند هتجيلي من عند 1 سنتي، 26 مايكرو سكند هتجيلي من عند 2 سنتي، 39 هتجيلي من عند 3 سنتي. فالناس قالت والله الهاردوير اللي هحطه هنا اللي بيعمل لي الديلي ده عند 13 مايكرو سكند هحط ديلي باترن معين اللي هو يخليني اكني بعمل فوكس عند مين؟ عند 1 سنتي. بعد عند 26 مايكرو سكند احط اغير الديلي باترن بتاعي، بدل ما يبقى الديلي باترن شكله كبير كده الفرق بينهم، لا الفرق بينهم بيبقى قليل. عند 29 مايكرو سكند احط ديلي باترن تاني. ده بالظبط اكني عامل ايه؟ حاطط عدسه قدام البروب، والعدسه دي الفوكال لينس بتاعها عمال يحصل له ايه؟ بيتغير مع ايه؟ مع الوقت. دي بنسميها دايناميك ريسيف فوكسنج. يبقى اكني بالظبط حاطط عدسه قدام البروب والعدسه دي الفوكال لينس بتاعها عمال يتغير مع الوقت. فتخيلوا ده طبعا ده الاوبتيمال كيس، ده احسن حاجه نفسنا نعملها في الريسبشن. انا بعمل فوكس على كل الدبس، السيجنال اللي جالي من عند 1 سنتي هتجيلي بعد 13 مايكرو سكند، يبقى عند 13 مايكرو سكند بالظبط حاطط ديلي باترن على الديلي اليمنتس اكني بفوكس عند 1 سنتي. بعد 26 مايكرو سكند احط ديلي باترن تاني وهكذا. فنشوف الشكل اللي احنا شايفينه ده، شايفين دي اللي جايه من عند 1 سنتي فتعدي على الديلي فيطلع بقوا ان فيز بالشكل ده. فلما نيجي نجمعهم يطلعوا كويسين، يطلعوا ان فيز. اللي جايه من عند 2 سنتي نغير الديلي باترن اللي هنا ويطلعوا ان فيز هم كمان. 3 سنتي نغير، شايفين الديلي عمال بيقل كل شويه بينهم، فبرضه نجمعهم مع بعض ويطلعوا ان فيز. فيبقى كده اكني حاطط دايناميك فوكسنج، بنسميه دايناميك فوكسنج. الدكتور ليه كنترول لما بيحرك الفوكال في الصوره، الدكتور بيغير ايه؟ بيغير الريسبشن ولا بيغير الترانسميشن؟ ها الاثنين. نعم لا ما احنا ما قلناش كده، احنا غيرنا لسه الكلام ده. اول كلام قلناه ان الفوكسنج في الترانسميشن هو نفسه الباترن في الريسبشن، بس احنا لسه قايلين كلام جديد. قلنا ان احنا في الريسبشن بنعمل دايناميك فوكسنج، يعني ايه؟ يعني بنفوكس على كل النقط، يعني اكننا حاطين عدسه الفوكال بوينت بتاعها عمال يحصل له ايه؟ بيتغير. يبقى الدكتور لما بيغير الفوكال بوينت بيأثر حاجه على الريسبشن؟ ما بيأثرش، لان في الريسبشن انا اوريدي بفوكس في كل الدبسز. لكن الترانسميشن ما عنديش حل، انا ببعت مره واحده صح؟ فهو في الترانسميشن عمل فوكس عند 20، بظبط الباترن بتاعي واعمل فاير للكريستالز عند المكان اللي هو اختاره. لو عايز يشوف الصوره في اكتر من مكان يعمل مالتيبل فوكس، بس بتاثر على الايه؟ مالتيبل فوكس بتاثر على الفريم ريت. هل الريسبشن فوكسنج بيأثر على الفريم ريت ولا حاجه؟ ده انا عمال استقبل عند 13 مايكرو بحط ديلي باترن، عند 26 بحط ديلي باترن تاني وهكذا. يبقى الديلي باترن بتاعي عمال يتغير مع الوقت، فانا ما غيرتش في الايه؟ في الفريم ريت اي حاجه. يبقى الدايناميك ريسيف فوكسنج ما بيأثرش على الفريم ريت، بيخلي الصوره جودتها كويسه في كل الدبسز. ماشي كده؟ كفايه عليكم النهارده.